للمزيد ينضم إلينا في الأستوديو رئيس قسم الاستعجالي بمستشفى عبد الرحمن مامي الدكتور رفيق بوجدارية. دكتور أهلا بكم. إذن كيف تقيمون الإقبال على التلقيح في حملته الثالثة ومدى انخراط الشباب في هذه الحملة؟ شكرا، بارك الله فيك. اليوم الثالث المفتوح والمكثف للتلقيح هو ما نجم يكون كان نهار ناجح. علاش؟ لأنك بنشوفوا العدد الإجمالي نتاعه 477,000، عدد كبير، هو ما يقابل 10 أيام تلقيح عادي، وهو بالتالي يربحنا 10 أيام ويربحنا يمكن 4 نقاط في المناعة الجماعية نتاعنا، وهذا ما نجم يكون كان ناجح. ونحب بالمناسبة نشكر الناس اللي قايمين على 395 مركز اللي توا هذا لحد الثالث على التوالي اللي هما قاعدين يخدموا وأغلبيتهم متطوعين. إذا كان نقرأ قراءة تحليلية سريعة في الموضوع، نلقاو اللي اليوم المفتوح متاع البارح كان أساسا مخصص للشريحة اللي عمرها أكثر من 40، اللي فيها أبوبري 1,000,000 مازالوا ما لقحوش، وبداية تلقيح الصغار نسبيا اللي من 15 حتى ل 18 غير نهار. كي نشوفوا الشريحة الأولانية 40 الفوق اللي هي تعمل ديما الحالات المستعصية ديما تجي في الشريحة هذيك، واللي هما يلزمهم يلقحوا الشريحة هذيك تلقح بعدد كبير، نلقاو البارح جاوا بنسبة 260,000 اللي هي أقل من ثلث. أنا شخصيا كنت نتوقع مش يجيوا ثلث، على أساس الثلث مرض وثلث ما يحبش يلقح، وتنقولوا نشوفوا علاش. ولكن كنت تظلم يجيوا 350، جاوا أقل، جاوا 266. إن شاء الله في قادم الأيام التفسير بنجاعة وسلامة التلقيح، بانه الاسترازينيكا اللي عاملين عليه توا العباد ما يحبوش يمشيوا، راهو اكثر فاكسان يلقحوا فيه في العالم، وراهو قاعد يمنع في بلدان كامله كيما الهند الجمعه الاخرى لقحوا في نهار برك 10 ملايين استرازينيكا، وبريطانيا كيف والعديد من البلدان، 150 معناها بلاد في العالم يركبوا في الاسترازينيكا اللي هو ناجع وفيه سلامه معترف بها. كيف لازم نفسروا للشريحه هذه، راهو الأخطار نتاع كل دواء موجودة، إن شاء الله حتى دواء اللي يتباع ب 500 مليم، ولكن الخطر نتاع الفيروس أقوى وأكثر مئات المرات من تلقيح الفاكسان. الفاكسان 99% يعطي وجيعة، يعطي شوية سخانة كما نعرفوا اللي فاكسان الكل، ومن بعد الإنسان يولي عنده حماية. وكيف يلزم نعرفوا كونه الناس هذوما راهم هما اللي يمرضوا اكثر وباعراض كبيره، وهما اللي بعد يبداو يلوجوا على سرير اكسجين، والله لا يقدر على ناس كل سرير نتاع ريانيماسيون نتاع انعاش. هذاك علاش لابد من مواصله العمل على الشريحه هذه. وانا في اعتقادي العمل ما نجم يجي كان بالتفسير وعلى مستوى الخط الاول في المستوصفات وفي المستشفيات المحليه وربما في مراكز العمل، نعرف اللي طب الشغل تخلف العمليه هذه لتلقيح عدد كبير. بالنسبه للشريحه الاخرى اللي انقذت البارح العدد الاجمالي اللي هما الصغار ال 15 17 ولكن خاصه 18 39 اللي هما طلعوا في الرقم، وهذه حاجه باهيه بالنسبه لهم هما، وهما اللي مقبلين اكثر من غيرهم على التلقيح. وبالنسبه للمناعه الجماعيه، الخلاصه كون اليوم تونس انا سميتها الشوط الثاني نتاع استراتيجيه نتاع التلقيح الحقيقه، والشوط الثاني باهي قاعدين رابحين فيه، قد ما الشوط الاول كنا خاسرين توا قاعدين رابحين بالكداب لغه كره القدم، وقاعدين نقدموا ولزمنا نزيد نقدموا. وانا اعتقادي كونه اليوم لزمنا نمر الى استراتيجيه جهويه، كل جهه صحيه تبدا عندها السهوله وتبدا عندها الامكانيات باش تلقح في جهتها حسب العادات والاسواق الاسبوعيه نتاع الناس هذو. دكتور، هنا رسالتكم الى الشباب للمزيد من الاقبال على التلقيح، وكذلك خاصه الاولياء حتى تطمئنهم معناها في ظل مخاوف البعض كما ذكرت من التلقيح. انا رسالتي الاولى للناس الكل لازم نلقح، والتلقيح راهو كيما هو حق باش انت تمنع روحك وتمنع صحتك وتمنع اولادك، باش كيما زاد هو واجب عليك، لانه المناعه الجماعيه مربوطه بالناس الكل. هذه الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه، كيف كنا قبل عندنا شويه تلقيح، عندنا مشكله تو عندنا برشا تلقيح ويلزم الناس تستعملهم. بالنسبه للشباب انا اكد لك كونوا الشباب خاصة اللي من 18 ل 39 سنة الحقيقة راهم مقبلين وقابلين بالتلقيح، وهما اللي طلعوا في الأرقام. وما ما 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 شنو يلزم نعملوا؟ يلزم نقربوا لهم التلقيح، ان كان على مستوى الصحه المدرسيه والجامعيه، ان كان على مستوى طب الشغل، والا في 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 في, في المستوصفات نتاعهم. دكتور، انا نشجعهم باش يلقحوا.
ونشجع الاخرين من 15 ل 17 باش كيف كيف يلقحوا، لانه اللقاح يطلع في المناعة الجماعية. نعم دكتور، عذرا على المقاطعة، مع اقتراب العودة المدرسية هل هناك توجه للتلقيح داخل المدارس وكذلك المبيتات الجامعية؟ بالضبط، هذا اللي حكيت لك عليه، قلت لك الطب المدرسي والطب الجامعي هو اللي مش ياخذ توا الأمر بيديه لتلقيح الناس هذوما في المبيتات وفي المدارس كما كانوا يعملون قبل واحنا في الليسيات ولا واحنا في المدارس، وهذا يخلينا الأرقام متاعنا الإجمالية تطلع وندخلوا في الشتاء إن شاء الله بأكثر مناعة جماعية وبأقل معناها ريسك وأقل تخوفات متاع موجة جديدة. نعم، حسب آخر المعطيات التي أوردتها وزارة الصحة خلال الأيام القليلة الماضية، يبدو أن هناك تحسن ملحوظ في الوضع الوبائي، خاصة مع تراجع نسبة الوفيات. بالضبط، هو تحسن هذا احنا ملاحظينه توا عنا أسبوعين ولا أكثر، ولكن التحسن هذا راهو احنا بدينا باش نزيدوا نكثروا فيه ونحسنوه، والا بدينا زاد باش نخسروه في صفيس. انا اللي قاعد نشوف فيه، اللي قاعد نشوف فيه من شيره الضغط نقص على المستشفيات، ولكن كما وريتوا المرضى مازالوا راقدين، كما وريتوا ثم وفيات كل يوم. واللي نشوف فيه زاد كذلك الناس نقصت من ليزور بارير، ما عادش تلبس لي ماسك في الشارع، ما عادش محترمين التباعد، قاعدين في القهاوي وفي المطاعم وفي النقل كل معناها، والناس عادت الى حياتها الطبيعيه من غير حتى وقايه. وهذا راهو اللي ينجم يرجعنا الارقام عاليه، خاصه وانه نعرفوا في شهر سبتمبر التنقل والحركيه نتاع الناس مش تزيد من بلاد لبلاد ومن بين المكتب وبين الدار، وكيف كيف نعرفوا اللي هالفيروس هذا حاله حال برشا فيروسات، هو موسمي، كيف تبرد الدنيا هو يطلع. هذاك علاش لازم ناخذوا بالنا على مستوى الناس، وناخذوا بالنا على مستوى المجموعه، وناخذوا بالنا خاصه على مستوى السبيطارات، خاطر ثم في برشا سبيطارات قاعدين توا الديمونتيل، قاعدين يفرغوا في السيرفيس كوفيد، راهو ان شاء الله ما يصيرش، اما راهو وارده باش المرضى يعاودوا يطلعوا ويرجعوا بشكل اللي ربما يخلينا نخدموا كما خدمنا في الصيف. الدكتور رفيق بوجدارية، رئيس قسم الاستعجالي بمستشفى عبد الرحمن مامي، شكرا لك على قبول الدعوة وعلى كل ما تقدمت به من إيضاحات. ربي يبارك.